بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكيد بدايه نوجه تحيه طيبه الى هالقناه العزيزه اسيمينا، ان شاء الله تكون ايامكم كلها خير وافراح ومسرات. اليوم نحن نتكلم معاكم من قرقوش الحبيبه بغدادن، ونحن نحيي عيد السعانين، عيد دخول ربنا الى اورشليم. دخلها راكبا على جحش ابن اتان، دخلها منتصرا، دخلها يعلن المحبه ويعلن السلام للعالم اجمع. اليوم هذه الذكرى اللي كي نحييها قبل 2000 سنه نتذكر ربنا شلون دخل الى اورشليم، اليوم ايضا نحن كي نعيش هذه الاجواء الجميله والرائعه بهذا العدد الكبير اللي كان موجود، اللي كان يقدر بأكثر من 25,000 شخص يمكن كانوا مشاركين معنا في هذا الاحتفال الديني اللي طول تقريبا 3 ساعات. ابتديناها من كنيسة الطاهرة وختمناها في كنيسة الطاهرة مع زيارتنا لكل الكنائس، وتوقفنا في كنيسة مار يوحنا لقراءة الإنجيل وإعطاء الموعظة أعطاها غبطة أبينا البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، اللي إجا أيضا وشارك معانا في هذا الاحتفال الديني. اليوم صار الاحتفال الديني هو رمز من رموز بغدادة، ما من الممكن أن نقول بغدادة بدون ما نذكر السعانين، ما ممكن أن نعيش أجواء العيد إلا إذا مرينا بالسعانين وعشنا هذه الأجواء المفرحة. تقريبا هاي أسبوعين الشباب ما كي يتوقفون عن العمل مثل خلية النحل، كل واحد يشتغل بطريقة معينة، قسم اللي كان يطبع على أعلام اللافتات، اللي كانوا يعلقون أغصان الزيتون وسعف النخيل، زينوا كل الكنائس، زينوا شوارع المدينة ابتهاجا بهذا اليوم السعيد. أيضا لا ننسى بأنه عندنا تقريبا أكثر من 3,000 شخص، 3,000 شخص أيضا إجوا من أمريكا ومن أستراليا ومن أوروبا حتى يشاركوا معنا هذا الاحتفال الديني. أخذ الاحتفال الديني طابع آخر وكأنه صار حج ديني، مثل ما كيقومون زيارة أماكن أخرى مقدسة، أيضا صارت بغدادة في هذا اليوم تزار كأنها مكان مقدس وكحج ديني. فرحة كبيرة، نتمنى أنه هذه الفرحة دائما تكون موجودة على هذا الشعب، شعب بغدادة وشعب العراق اللي عانى وقاسى الكثير من الاضطهادات ومن الحروب. اليوم أنا كي أشوفها هذا العيد هو هالبذرة أمل اللي نحن دائما نزرعها وتعطي الأمل والفرح للآخرين، وشكرا لكم. المطران مار بندكتوس يونان حنو، رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك.